أعزائي متابعين سناب سعوديون في أمريكا، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم أحمد القحطاني مبتعث بمدينة كليفلاند ولاية أوهايو. اليوم إن شاء الله راح نشارككم معلومات عن مدينة كليفلاند من ناحية الجامعات، الأندية الطلابية، السكن، وسائل المواصلات ومعلومات. تقع مدينة كليفلاند شمال ولاية أوهايو، تعتبر ثاني أكبر مدينة في الولاية، ومطلة على بحيرة من البحيرات العظمى إيري ليك. أما من ناحية الجامعات، يوجد جامعة كيس ويسترن، ريزيرف يونيفرسيتي، كليفلاند ستيت، وجون كارل. هذا المستشفى الجامعي تبع جامعة كيس ويسترن، ريزيرف يونيفرسيتي، وتعتبر من أفضل 100 جامعة في أمريكا. طبعاً جامعة كيس جامعة خاصة، عدد الطلاب السعوديين تقريباً أقل من 100 في مختلف التخصصات، ويوجد فيها نادي سعودي للطلاب السعوديين. بالنسبة لجامعة كليفلاند ستيت، توجد في منطقة داون تاون، فيها عدد كبير من الطلاب السعوديين، ونادي سعودي فعال في الفيسبوك، تويتر، إنستغرام. مما تتميز بمدينة كليفلاند أوهايو وجود العيادات المشهورة والمعروفة كليفلاند كلينيك، لا فروع في أبوظبي، فلوريدا، كندا. أما من ناحية وسائل المواصلات العامة، في باصات وقطارات، لكن في مناطق محدودة داون تاون مدينة جامعية، لذلك لازم من سيارة. بالنسبة لأسعار السكن، تتراوح ما بين 700 دولار إلى 2000 دولار حسب المنطقة، الموقع، خدمات. ختاماً أشكر مجموعة سعوديين في أمريكا على إتاحة هذه الفرصة.